صار عندكم اليوم حمار، بدل ما تروحون فريج ثاني تطلبون مشوار ولا توصيله، هذا لكم، اعتبروه واحد من عيالكم، اعتبروه اخوكم الصغير، راح اخلي لكم برا عند الباب، اي مشوار، مراجعه، مستشفى، دوام، دائره حكوميه عندكم، واذا مو موجود البركه بالوالد. بالبركه بالبركه وانا ابوك. لا ما شاء الله، خوش لون والله، خوش لون. الحمد لله. يبا ممكن اخذ فيه فره؟ يبا الله يهداك. فره عندك ليسن دولي؟ لا بليس. يبا الله يهداك. شي لا، هذا يعتبر من المركبات. وشلون الماكينه تشتغل يعني، بهندل ولا مشبل ولا شنو؟ لا لا لا، بس طال عمرك طقتين على ظهره او يمشي على بالتتش. بالتتش ما شاء الله، يتربى في عزره. الله يخليك يتربى في عزره. لا والله يبا ابي لي عشاء عام. ها؟ ابي لي صاله فاضيه بسوي عشاء عام. هذا يا يبا الفريج علي انا، علي انا. والله يبا زادت مسؤوليتي، كنت بس مسؤوليتي، الحين صاروا اثنين عارف. لا لا لا، الحمد لله الحمد لله، الحمد لله. انت والحمار واحد. الله يسلمك يبا. اقول هذا شعر حمار؟ ايه صاروا حمارين. اقول يبا خلنا نمشي، انا بصراحه خايف من العين. مو خايف عليك من عين، ان شاء الله انت ان شاء الله بخير وسلامه، خايف على الحمار. اقول اربط حساب الامان قبل لا تركبه، ترى يخالفونك. اي بعد حتى سولف الهاند فري ترى مخالفه هالايام. ترى الحمار يشابه شكو. ايه الظاهر توأم. لا لا، يمكن اخوان بالرضاعه.